11 ay 13 günü Yolcu Şehir'deki Uygur, Kazak, Kırgız Medeniyeti Partisi Kulübü de Kertenli Çoğu Şarkı Türkistan Efe Minutu Mesa Zıbberi 11 ayın 8. gününe Azır Teşkilatı Rehberlik Komiteti yığında muzakir kılınıp kararlı sığınan kararlı asasen vakıfı hükümette destekli kademde Muhammed ve Ahli Beyti Tayyibine Tahir Nazar Müslümanlar Aleyhisselam Aleyküm Maliye Nazar Elkiram Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu أحييكم وأقدم لحضراتكم جولة في الأخبار والصحافة العربية يصحبكم فيها طبعا أزال ري يلخم تور عاكم بي خوجة عاكم صابر خوجة أبدير مطلع أشخاص محمد جنة محافظة صاحب اليونية إطرد عروني أمن المصابر من حرس الحدود الصحيح تور مذكر يوف قطر لكشلات تركب مبعوث الرئيس مبعوث الرئيس روحاني يلتقي رئيس الوزراء العراقي ويسلمه رسالة حول الأدوار السعودية على اليمن. قوات أمنية كبيرة مع تعزيزات عسكرية تصل إلى محافظة الأنبار وابدأها من الحكمة حيث أقسمت مصادر يمنية بشهادة 8 أشخاص من أسرة واحدة وجرح 7 آخرين بمديرية رازح بمحافظة سعد اليمنية وذلك أثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل حرس الحدود السعودي. من جهة أخرى أعلنت الداخلية السعودية مقتل عسكري سعودي وإصابة 10 آخرين أثر تعرضهم لإطلاق نار